السلام عليكم ورحمة الله، هل الصوت واضح؟ ممتاز، يعطيك العافية. طيب يا جماعة، قبل ما أدخل في الموضوع، هل في أي سؤال أو استفسار؟ إذا أحد عنده أي سؤال أو استفسار ممكن يطرحها هنا أو يكتبه في المنتدى حتى، يعني ما في مشكلة. طيب خلونا ندخل في موضوعنا. دائما بالعادة نستعرض بشكل سريع الموضوع اللي أخذناه في المحاضرة السابقة وفي اللقاء السابق، ومن ثم نبدأ في موضوعنا الجديد. زي ما تعرفون أمس كان في لقاءين تكلمنا فيها عن أساسيات ريادة الأعمال وعرفناها وقلنا ما تنسمي المشروع هذا مشروع عادي أو مشروع ريادي، وتكلمنا أيضا عن العوامل اللي ساعدت في تطور ريادة الأعمال وعن وش تخدمنا هذه العوامل في اكتشافها، ومن ثم أيضا انتقلنا بشكل سريع إلى اللقاء الثاني وتكلمنا فيه تكلمنا فيه أيضا عن، خلونا نستعرض لكم هنا، عن المدارس اللي درست صفات رائد الأعمال بشكل عام. طيب اليوم راح نتكلم عن موضوع مهم. احنا لما عرفنا ريادة الأعمال قلنا هو إنشاء عمل حر يتسم بالإبداع، يتسم بالإبداع. فلذلك راح نتكلم اليوم عن مفهوم الإبداع. راح نتكلم إن شاء الله عن مفهومه، راح نتكلم عن التفكير، يعني وش الأمور التفكير والعلاقة مع الإبداع، عن سمات المبدع، وأيضا ممكن في اللقاءات القادمة نتكلم عن العوامل اللي تساعد في الإبداع والعوائق والابتكار إلى آخره. طيب بداية يا جماعة، خلونا نعرف وش هو مفهوم الإبداع. الإبداع تعرفون نقطة ضرورية لأي عمل ريادي، لذلك المهتمين والعلماء عرفوا الإبداع من ثلاثة أبعاد. البعد الأول قالوا يا جماعة أن الإبداع هو عملية فكرية ذهنية، ويمكن أن نعرفها أيضا أنها موهبة حسب البعد الأول. لو جاءت مثلا سؤال، الإبداع حسب البعد الأول هو موهبة، الإجابة صحيحة. لو جاءكم سؤال، الإبداع حسب البعد الأول هو عملية فكرية ذهنية، الإجابة صحيحة. فهذا مفهوم الإبداع حسب البعد الأول. أيضا عرفوا الإبداع من خلال البعد الثاني وقالوا أن الإبداع هو تحقيق إنتاج جديد له قيمة أو ذا قيمة. لما نقول أبدعت شيء يعني أوجدت شيء ليس له سابق، أبدع الشيء منشئ أو محدث لم يسبقه أحد. لذلك التعريف الإبداع أو مفهوم الإبداع حسب البعد الثاني هو تحقيق إنتاج جديد له قيمة. جاء فئة من المهتمين قالوا لا، الإبداع له بعد ثالث، يمكن نعرفه من خلال البعد الثالث. جمعوا فيها البعد الأول والبعد الثاني. لاحظوا وش يقول البعد الثالث، هو عملية فكرية ذهنية. إلى حد الآن قلنا هو البعد الأول، زادوا عليها أنها تهدف إلى إنتاج شيء جديد له قيمة. فلذلك يا جماعة مفهوم الإبداع يمكن تعريفه إلى ثلاث تعريفات أو من خلال ثلاثة أبعاد. البعد الأول عملية فكرية ذهنية أو ممكن نقول عنها موهبة. البعد الثاني تحقيق إنتاج جديد ذا قيمة. البعد الثالث هو عملية فكرية ذهنية تهدف إلى إنتاج شيء جديد له قيمة. ولاحظ أن البعد الثالث هو مزيج من البعد الأول زائد البعد الثاني عشان تسهل عليكم لما تجين تذكرون. طيب خلونا نتكلم عن التفكير والإبداع. وش علاقة التفكير والإبداع؟ أنتم عارفين دائما التفكير أكيد من خلال الإنسان يستخدم دماغه أو مخه في التفكير. سبحان الله، دماغ الإنسان مقسم إلى قسمين، نصف أيمن ونصف أيسر. أساليب التفكير تختلف. لما تفكر في مثلا رسم معين يختلف عن التفكير في أرقام. بعض الناس مثلا يقول أحب الرياضيات، بعضهم لا أحب مثلا التلوين،
تحب الأشياء الفنية. فأسلوب التفكير عند الشخص هذا لا يختلف عن أسلوب التفكير عند الشخص هذا. فلما شخص يفكر في أشياء فيها تحليل، لاحظوا، فيها منطق، فيها ترتيب، فيها قوائم، فيها أرقام، فيها رياضيات، هذا يستخدم النصف الأيسر من دماغه في التفكير. هذا حسب كلام العلماء والمهتمين في الموضوع هذا. بينما الشخص اللي يفكر في الإبداع والفن والخيال، الألوان، الرسم، الفنون، هذا يستخدم النصف الأيمن من الدماغ. من الدماغ لاحظ أن النصف الأيمن يتولى أساليب التفكير في الأشياء المرئية الشكلية، إبداع، انفعال، خيال. بينما الأيسر يكون فيه أشياء سمعية، لفظية، إدراكية، تحليل، يعني رياضيات، أرقام، ضبط إلى آخره. فلما مثلا يجيكم سؤال يتولى النصف الأيسر من مثلا الدماغ أساليب التفكير في الأمور اللي يكون فيها إبداع أو فن، الإجابة أكيد خطأ. النصف الأيمن لما يكون فيه أرقام رياضية، ترتيب أرقام، تحليل، يكون النصف الأيسر. فهذه علاقة التفكير بالإبداع. طبعا التفكير الإبداعي، هل كل إنسان يكون تفكير الإبداعي محدود ما يقدر يطوره، ما يقدر يزيده؟ لا، في عدة عوامل ممكن يزيدها أو يستخدمها. منها يا جماعة التأمل والتفكر والحكايات بالمبدعين، لاحظوا حل المشاكل بطريقة إبداعية، ممكن حتى نفس المشكلة نظرتك للمشكلة من أكثر من زاوية. لذلك في تفكير مثلا يقول تفكير خطي، تفكير منظومي، انك تنظر لها من أكثر من زاوية. الاختلاط مع أشخاص لهم خبرة، السفر والاطلاع على الثقافات، قراءة قصص المبدعين، هذه كلها أغلبها وسائل تساعد في تنمية التفكير الإبداعي، في تنمية التفكير الإبداعي. طيب نجي لنقطة معينة. أنتم تعرفون يا جماعة أن المنتج عندنا قد يكون شيء ملموس أو غير ملموس. ملموس مثل إيش؟ أي سلعة، الجوال، القلم، دفتر، اللابتوب، الجدار، هذا ممكن نسميه سلعة، شيء ملموس. وقد يكون شيء غير ملموس اللي هو مثلا خدمة. لذلك قد يكون منتج إبداعي في الخدمات، قد يكون في السلع، قد يكون في الأفكار، حتى في النصوص النثرية، حتى في قصيدة ممكن يكون يقول لك نص إبداعي، قصيدة فيها إبداع. فقد يعني زي ما نقول يا جماعة أن المنتج الإبداعي قد يكون فيه شيء ملموس أو غير ملموس، ليس محصور على أشياء ملموسة أو على السلع بمعنى أدق يعني. طيب ننتقل لموضوع أو نقطة أخرى اللي هي يا جماعة سمات المبدع. أي مبدع لابد يكون فيه عدة مجموعة سمات. هذه السمات يا جماعة تؤثر على الإبداع، تؤثر في دقة الإبداع، تؤثر على سلوكه، تظهر على صفاته الشخصية اللي تكلمنا عنها أمس. بالتالي يا جماعة لما تجتمع خصائص عاطفية واتجاهات وأحاسيس الشخص وعنده تفكير ومهارات معرفية راح ينتج لنا نشاط إبداعي. لذلك النشاط الإبداعي هو خليط من خصائص عاطفية واتجاهات زائد مهارات معرفية وتفكير معرفي. طيب في عندنا عدة سمات للمبدع لابد تكون فيه، اللي هي الطلاقة، المرونة، الحساسية للمشاكل، الأصالة، ومواصلة الاتجاه. طيب راح نتكلم عنها بشيء قليل من التفصيل. خلينا نتكلم عن الطلاقة. الطلاقة بالذات يا جماعة لما نجي نعرفها نقول هي القدرة على إنتاج عدد كبير من الأفكار في زمن معين أو زمن محدد. مثلا لو أجيك ومثلا أقول لك خذ ورقة وقلم اكتب لي أكبر قدر من الكلمات تبدأ بحرف الواو خلال دقيقة، شخص ممكن يكتب 5 كلمات، شخص ممكن يكتب 10 كلمات، وشخص ثاني ممكن يكتب 20 كلمة. فصاحب 20 كلمة ممكن يقول هذا طلاقة أكثر. فهذه إنتاج عدد. طلاقة يا جماعة تهتم بين قوسين بالكم، إنتاج عدد كبير من الأفكار في زمن معين، تهتم بالكم. الطلاقة بين قوسين تهتم بالكم. فلذلك يا جماعة يمكن تقسيمها إلى طلاقة فكرية ومن أسماء.
خاصة بالأفكار، إنتاج كمية كبيرة من الأفكار في زمن معين. طلاقة تعبيرية واللي هي يا جماعة إنتاج أكبر عدد ممكن من الجمل ذات المعاني المختلفة مترادفات إلى آخره. وقد تكون هناك طلاقة ترابطية اللي هي ربط يعني كلمات ذات علاقات متعاكسة أو عكسية، شمس قمر، ليل نهار إلى آخره. فهذه بعضهم يكون عنده طلاقة في الأمور هذه، طلاقة ترابطية. الطلاقة يا جماعة تشجع مبدأ على تقمص بعض الصفات، يعني تساعده في أن يكون عنده الصفات مثلا كراهية الروتين، تعدد الحلول للمشاكل، سعة الأفق، وأيضا تعدد الميول والاتجاهات. هذه الطلاقة تساعد المبدأ أن يكون عنده هذه الأربع صفات. فهذه السمة الأولى للمبدأ، الطلاقة. السمة الثانية يا جماعة اللي هي المرونة. لما أقول مرونة يا جماعة عكس الجمود، عكس التسلط. المرونة يا جماعة التكيف. لما أقول لك خلك مرن، تكيف مع الشيء اللي أنت فيه. المرونة هي التكيف السريع مع المواقف أو المشاكل المستجدة، تتكيف مع الوضع الجديد. أنت كمبدأ أي مشكلة تجيك تتكيف معها وتحاول تحلها. لذلك يا جماعة المرونة يمكن تقسيمها إلى قسمين، عندنا مرونة عفوية وفي مرونة تكيفية. في فرق بينهم رئيسي. المرونة العفوية يا جماعة هي يعني يمكن يعني نقول عنها إنها استشابات متنوعة لفئة معينة أو مظهر معين. لما أقول لك مثلا القلم يدل على إيش؟ على الكتابة. لما أقول لك مثلا السيارة تدل عليه على الحركة، يعني مفهوم. هذه مرونة عفوية. كوب إيش يدل؟ كوب موية يدل على الشرب مثلا، هذه مرونة عفوية. المرونة التكيفية يا جماعة هذه إجراء بعض التغييرات في الاستجابة. مثلا بعض الأحيان تستخدم مثلا أي شيء غير الغرض له بغرض ثاني، مثلا إعادة تدوير شيء معين، أشياء صارت مهملات أو ذات تستغلها أنا متحطة تحت مثلا في البيت ترسم عليها رسم، فهذه مرونة تكيفية. المرونة يا جماعة تساعد المبدأ في ظهور بعض الصفات عليه، منها أن لا يحب القواعد والأنظمة، يعني يحاول يجدد شيء جديد، يتكيف، غير متعصب، ينظر إلى المشاكل من زوايا مختلفة، وهذا يعني تفكير منظومي أو متعدد، وأن يكون خيال لا خيال واسع، خيال واسع. هذه السمة الثانية للمبدأ اللي هي المرونة. نأتي للسمة الثالثة اللي هي الحساسية للمشاكل. المبدع لابد يكون عنده يعني تصور أو معرفة للمشكلة قبل حدوثها حتى يقدر يتجنبها، ولو لا سمح الله حدثت يقدر يتعامل معها بشكل سريع وبشكل صحيح، يحلها قبل ما تتفاقم وتزيد مشاكل عليه. فهذا معنى الحساسية للمشاكل. المبدع لابد يكون لديه إحساس أنه يتعرف المشكلات قبل ما تحدث، وإن حدثت كيف يتعامل معها ويحلها بشكل سريع. لذلك في عدة أمور يعني ممكن أنه ناظر بأكثر من زاوية، زي ما قلنا يتوقع زي ما من الاحتمالات للنجاح، لابد يشوف احتمالات للفشل وكيف يتعامل مع هذه الاحتمالات. هذه السمة يا جماعة تساعد المبدع أنه يتحلى ببعض الصفات، أنه يكون قوي في التأمل، يتحمل مسؤولية، لديه قدرة على التحليل، أيضا يكون منافس، يفضل التنافس على التعاون، وأن مهما كانت المشكلة درجة تعقيدها فلا بد أن يكون مستعد وقادر على حلها، قادر على حلها. وهذه السمة التي نتكلم عنها الثالثة، الحساسية للمشاكل. نأتي للسمة الرابعة اللي هي الأصالة. لما نقول الأصالة يا جماعة هي شيء غير مألوف. الأصالة إنتاج شيء غير مألوف. شخص فيه سمة الأصالة دائما أفكاره غير مألوفة، شيء جديد، ينظر الناس مثلا جميعا كلهم ينظرون يمين هو مثلا ينظر يسار، يفكر تفكير مختلف. لذلك الأصالة يا جماعة تهتم بين قوسين بالنوع. لاحظ الطلاقة قلنا تهتم بين قوسين بالكم، كمية أفكار. الأصالة لا، تهتم بنوع الأفكار نفسها، أن يكون شيء جديد غير مألوف، غير مألوف.
لذلك يا جماعة نقول أن الأصالة تختلف عن الطلاقة أنها تركز على قيمة ونوع هذه الأفكار، بينما الطلاقة قلنا أنها تركز على كمية. أيضا الأصالة يا جماعة تختلف عن المرونة، بأن الناس يعني الشخص إذا كان يكرر أفكاره يكرر كلامه يكرر معلوماته الناس راح تنفر منه. الأصالة الشخص اللي عنده أصالة راح ينفر من تكرار آراء الناس، من تصوراتهم، من أفكارهم اللي تكون فيها تشابه. التكرار راح يمل منه هو، هذا معنى الأصالة. لذلك يا جماعة الأصالة تولد بعض الصفات في المبدأ، منها أنه راح يقترح حلول غير مألوفة. قلنا الأصالة شيء غير مألوف، يكون يحب أنه يكون مستقل ومختلف عن الجميع، يحب التغيير والتجديد، تغيير مهم. وأيضا يكون فيه بعض المخاطرة والمجازفة اللي لابد أنها تكون مدروسة. وهذه السمة ما قبل الأخيرة. السمة الأخيرة عندنا اليوم وفي موضوعنا اليوم اللي هي مواصلة الاتجاه. هذه السمة الأخيرة للمبدأ. مواصلة الاتجاه زي ما قلنا يا جماعة أمس، إن المبدأ أو رائد الأعمال إذا كان مبدأ راح يواجه بعض التحديات، بعض الإحباطات، سواء من المجتمع اللي حوله، من أسرته، من القوانين إلى آخره. فمواصلة الاتجاه كسمة للمبدأ تعني أنه قادر على التركيز لفترات طويلة في مجال اهتمامه، في شغله، في مشروعه، مهما كان فيه تحديات، مهما كان فيه مشتتات، مهما كان فيه معوقات، فهو قادر على تحقيق هدفه والوصول ومواصلة الاتجاه إلى بلوغ هدفه. هذا معني بسمة مواصلة الاتجاه. هذه السمة يا جماعة تولد صفة المثابرة زي ما قلنا، عدم الاستسلام. لذلك الرائد الأعمال المبدع لا يستسلم بسهولة. وهنا في نقطة شيء بشيء يذكر، رائد الأعمال لا يعني كلامنا هذا أنه لا يستسلم أبدا، لا، قد يتخلى عن مشروعه إذا وصل إلى نقطة أن هذا مشروع خاسر. فالرشيد والسليم أنه يتخلى عن مشروعه، بس أنه لا يتخلى بسهولة، لا بد يحاول قد ما يقدر يعمل أنه يستمر. لكن إذا وصل إلى طريق مسدود، لا، الرأي السديد أنه يستسلم. فلذلك هذه الصفة يا جماعة أو هذه السمة تولد صفات أن المثابرة وعدم الاستسلام بسهولة، لا يتوقف عن تفكير في المشكلة حتى يجد لها حلول. أكيد أنه لا بد أن يكون إيجابي وكثير التفاؤل حتى يقدر يستمر وينجح ويوصل هدفه، ويكون شجاع ولا يتراجع من خلال خطوات مدروسة. هذا أبرز النقاط اللي تهمنا في موضوع اليوم، واللي يتكلم عن الإبداع والتفكير الإبداعي وسمات المبدع. يهمني أنكم تعرفون كل سمة وش تكلمنا فيها، الصفات اللي ناتجة عن السمة هذه، مثلا زي هذه اقتراحات، اقتراح له استقلالية، هذه غير مطالبين فيها، غير مطالبين فيها. واضح يا جماعة؟ مثلا هذه حب التأمل، قدرة، هذه غير مطالبين فيها، مجرد بس انكم تعرفون وش فائدة هذه السمة وش تولد فائدتها على المبدأ. اذا في اي سؤال او استفسار تفضلوا. في عندنا ايضا فيه كويز بسيط ممكن ناخذه حتى بس نثبت بعض المعلومات، وحتى تكشف لكم بعض المعلومات اللي ممكن تلخبطكم، راح نحلها مع بعض ونتوكل على الله بعدها. الصفات اللي مثل هذه، هذه السمة تظهر على أساس نبدأ صفات حب التأمل والقدرة، غير مطالبين فيها، لأن راح تسبب لكم لخبطة. بس المهم أنا أقولكم بس تعرفوا أنا ما أعرف كذا، في الاختبار ما راح تجي أبدا. بالنسبة للغير مطالبين فيه ومطالبين فيه لا تكون هم، في آخر لقاءين راح أحدد لكم كل شيء إن شاء الله. إذا في سؤال أو خلونا نبدأ في الكويز. طيب خلونا ناخذ كويز يا جماعة. بالنسبة للجماعة اللي داخلين من جوال ما أتوقع أنه حيظهر لهم، هذا مشكلة تقنية، لكن إذا يبغون ينتظرونا لين ننتهي الكويز راح
راح نقرأ ونحل الأسئلة مع بعض ونشوف الإجابات صحيحة والخاطئة، بعدين نتوكل على الله. الكويز من 12 سؤال راح نخلي له 8 دقائق، بعد ما يخلص 8 دقائق راح نحله مع بعض، وراح أصل المايك بس عشان ما أزعجكم، وراح يبدأ الكويز الآن. يعطيكم العافية. خلونا نتكلم عن السؤال الأول. الإبداع أمر ضروري في أي مشروع ريادي؟ الإجابة أكيد أنه صح. من تعريف الريادة يعني ريادة أعمال إنشاء عمل حر يتسم بالإبداع، أكيد من الإبداع أمر ضروري في أي مشروع ريادي. السؤال الثاني، عرف المهتمين الإبداع من خلال 4 أبعاد، اللي هي الإجابة أكيد بتكون خطأ إنه 3 أبعاد. طيب، يمكن تعريف الإبداع من خلال البعد الثالث بأنه إنتاج شيء جديد له قيمة أو ذا قيمة. الإجابة خطأ. إنتاج شيء جديد ذا قيمة هذا هو البعد الثاني. الثالث قلنا هو الخليط بين البعد الأول والثاني. الإجابة الصحيحة هي خطأ. ممتاز. السؤال الرابع، البعد الأول يعرف الإبداع بأنه موهبة. الإجابة صحيحة. صح. ممتاز. السؤال الخامس، يتولى النصف الأيمن من الدماغ تفسير التفكير في الألوان والفن. الإجابة صحيحة. الأيسر قلنا خاص بالأشياء اللي فيها رياضيات، أرقام، قوائم، تحليل، تقييم، إلى آخر، تصنيف، إلى آخر. ممتاز. السؤال السادس، يمكن أن نطلق على نص ندري ممتع بأنه منتج إبداعي. الإجابة صح. صح أكيد. خدمة، نص ندري، قصيدة، مسرحية، أي شيء ممكن نطلق عليه منتج إبداعي. السؤال السابع، خصائص عاطفية وأحاسيس زائد مهارات معرفية يساوي نشاط إبداعي. الإجابة صحيحة. ممتاز. السؤال الثامن، الطلاقة تهتم بالنوع. لاحظ، تذكر قلنا بين قوسين طلاقة تهتم بالكم، لذلك الإجابة الصحيحة هي خطأ. ممتاز. الطلاقة الترابطية هي توليد كمية من الأفكار في زمن معين. الإجابة الصحيحة هي خطأ. الطلاق توليد كمية من الأفكار في زمن معين، ليس الطلاقة ترابطية. ترابطية تذكرون قلنا إيجاد إنتاج كلمات أو مترادفات مختلفة أو متعاكسة، زي ما قلنا شمس قمر مثلا، ليل نهار، شتاء صيف، فهذه هي الطلاقة الترابطية. طلاقة فكرية توليد كمية من الأفكار في زمن معين، نسمع طلاقة فكرية. أتمنى أنها تكون واضحة. السؤال العاشر، المرونة تعني الجمود. أكيد الإجابة خطأ. المرونة هي عكس الجمود. المرونة هي التكيف مع الأشياء الجديدة، المشاكل، إلى آخره. طيب، السؤال قبل الأخير، لا يوجد فرق بين المرونة التكيفية والعفوية. الإجابة خطأ. في فرق كبير. العفوية استجابات لنفس المظهر أو نفس المظهر بعينه، يعني زي ما قلنا كوب بدل عشر. التكيفية لا، هي تغيير في هذه الاستجابات، يعني استخدامها في أمور غير التي صنعت له أو وجدت له. لذلك الإجابة صحيحة زي ما قلت خطأ. آخر سؤال، مواصلة الاتجاه هي السمة للمبدع وتعني التعرف على المشكلات قبل وقوعها. نسبة كبيرة منكم أخطأ السؤال. الإجابة خطأ يا جماعة. مواصلة الاتجاه معناه أن التركيز لفترات طويلة على حل المشاكل، على العمل، على المشروع حتى توصل الهدف. التعرف على المشكلات قبل وقوعها هي سمة الحساسية
للمشاكل. لذلك زي ما قلت الإجابة الصحيحة هي خطأ. طيب الآن ظهرت لكم الإجابات الصحيحة في الكويز، وبكذا خلصنا الكويز واللقاء اليوم. إذا عندكم أسئلة تفضلوا، إذا ما في أي سؤال جزاكم الله خير على حضوركم. تقدرون تتكلمون على الله، ولنا لقاء إن شاء الله الأسبوع القادم. وإياكم إن شاء الله. الله يعافيكم. بالنسبة للأسئلة ما أدري، إذا كنت داخل من جوال فأكيد ما راح تطلع، تطلع فقط للي داخل من لابتوب أتوقع. لذلك مهم يا جماعة في آخر لقاءين إن شاء الله أنكم تدخلون من جهاز كمبيوتر، لأن المراجعة راح تكون نفس طريقة كويز، راح أكتب لكم الأسئلة وتجاوبون عليها بعدين نتكلم عنها. لذلك آخر لقاءين مهم أنك تدخل من جهاز كمبيوتر. هذا للي يبغى يستفيد، اللي ما يحتاج ما هو لازم. لا تأكلون هم، إن شاء الله كل الأمور راح تكون سهلة بإذن الله. أهم شيء ركزوا في الحضور واللي نقوله في اللقاء وفي المراجعة والكوزات، ما راح تواجهون أي مشكلة بإذن الله. طيب إذا في أي سؤال يا جماعة أو خلاص إذا أنتم تتكلمون على الله. إن شاء الله. السؤال الأول اللي هو الإبداع أمر ضروري في أي مشروع ريادي، صح أو خطأ؟ الإجابة صح. هذا السؤال الأول. بالنسبة للسؤال الثاني، عرف المهتمين الإبداع من خلال 4 أبعاد، صح أو خطأ؟ الإجابة خطأ. الإجابة الصحيحة من خلال 3 أبعاد، زي ما أخذناه في شرائح البعد الأول، الثاني، الثالث. وياكم إن شاء الله. طيب يا جماعة بما ما في أي سؤال يعطيكم العافية، جزاكم الله خير. في حال لو في سؤال مثلا في الأيام الجاية تقدرون تكتبون في المنتدى إذا كان متاح لكم،
وراح أجاوبكم إن شاء الله في أقرب وقت ممكن. يعطيكم العافية ونشوفكم إن شاء الله في اللقاء القادم الأسبوع القادم بإذن الله. جزاكم الله خير، السلام عليكم.